الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم في منافسات سن الإذاع مع شعارات أبناء القبائل وضمن وقائع السباق المحلي الثالث، حيث نشاهد معكم هذه المنافسات الصباحية على ميدان الشحانية، ونتمنى التوفيق للجميع. نتابع مجريات الشوط السابع، هو المنطلق والمسافة هي 5 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق للجميع. نتابع مسار هذا الشوط ونذهب مباشرة إلى المقدمة والصدارة الأولى لنتابع وجود سمحة على مقدمة وصدارة هذا الشوط مع أول ندى بشعار راشد بن محمد بوضح المري، من يقدم انطلاقة سمحة في البداية الأولى، بينما النقلة إلى المركز الثاني، هذا الشعار الشهواني قادما بقدوم انطلاقة منحاف اللي خذت المركز الثاني، فيصل بن هادي بن فيصل العقب الشهواني من يقدم لنا منحاف في ثاني المراكز وثالث المراكز. نتابع الاسم القادم، وصلت الشرود واخذت المركز الثالث بشعار محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيل الهاملي من يقدم هذا الانطلاق ايضا من الشرود. نقلتنا الى رابع المراكز ونتابع التقدم في هذه اللحظات متابعين الاعزاء من كلف اللي وصلت بشعار حمد بن عبد الله الفيدة، وخامس المراكز هذه مريفة وصلتنا في هذه اللحظات واخذت المركز الخامس شعار سالم بن علي بن فيدة الزبدان المري يقدم انطلاقة مريفة في خامس المراكز. هذا ندان الأول للشعارات الخمسة المتقدمة والأسماء التي تسير في قمة هذا الشوط، بينما خلف المراكز المذاعة تتواجد أيضا شعارات وأسماء تحضر بكل قوة في منافسات هذا المسار الجميل. نتابع هذا الانطلاق الرائع مع السن الإذاع في صباح هذا اليوم في هذه المنافسات الكبيرة مع شعارات أبناء القبائل وعلى أرضية ميدان التحدي، حيث أن التحديات دائما تحضر في كل الأشواط. نعود إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى لنتابع مجموعة الصدارة التي تسير في مشهد رائع وجميل مع مقدمة وصدارة هذا الشوط. 6 أسماء تتواجد في الصدارة بهذا الحضور المميز نشاهدها من خلال هذه اللحظات المثيرة، ولكن نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى البداية. هذه مريفة في مقدمة وصدارة الشوط غيرت إلى الصدارة، بدأت تستلم القيادة بشعار سالم بن علي بن فحيد الزبدان المري من يقدم انطلاقة مريفة يدفع بشعاره على قمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق، بينما في المركز الثاني تقدمت الفائزة سعد بن سعيد الرفاد المري بدأ يقدم الفائزة في ثاني المراكز، بينما على المركز الثالث انطلاقة هناك من الشرود مع ثالث المراكز تحضر بشعار محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي من يقدم الشرود على ثالث المراكز. المركز الرابع، وتابع الأسماء القادمة، ما شاء الله هذا الوصول من ظن، وصل شعار بن ضرمان بدأ يقدم لنا ظن في هذا المسار الجميل محتلة لرابع المراكز في هذه اللحظة، جار الله بن حمد بن ضرمان المري، بينما في المركز الخامس خامس المراكز متابعين الكرام إيلاف القادمة بشعار ظافر بن حمد الإحبابي بدأ يقدم الانطلاقة من إيلاف وصلتنا وخذت المركز الخامس. هذا ندانا للمراكز الخمسة التي تسير مع هذه اللحظات المثيرة. جاوزنا لوحة 2 كيلومتر لنسير بتحديات وإثارة مع هذه اللحظات، ولكن نعود ثنائي جميل في مقدمة وصدارة هذا الشوط مع هذا الانطلاق. الله 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 الله، شعار الرفادة يسير بتحدي جميل من خلال انطلاق وحضور الفائزة في المقدمة الأولى. سعد بن سعيد الرفاد المري يقدم انطلاقة الفائزة مع البداية مع المركز الأول، بينما تلتها هنا في المركز الثاني وتسير جنبا إلى جنب. هذه مريفة سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري يقدم مريفة في المركز الثاني، الثنتين بمشهد جميل في مقدمة وصدارة هذا الشوط على خط البداية 1500 متر عن خط النهاية، بينما هنا نتابع في ثاني المراكز شعار بن ضرمان يتواجد مع ظن جار الله بن حمد بن ضرمان المري من يقدم لنا ظن في مسار هذا الشوط على المركز الثالث. المركز الرابع، نتابع صيد اللي وصلت في أول ندى تقدمت بشعار صالح
بن سالم بن جهويل، وفي المركز الخامس ما شاء الله هدوم من شلفة وصلتنا في هذه اللحظات، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني قادما بشلفة في هذا الانطلاق، غيرت من المركز الخامس إلى المركز الرابع والأسماء قادمة، الشعارات بدأت تصل في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى الصدارة. الموقع وين مع الكيلومتر الأخير؟ يا سلام، عبرنا مع هذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل متجهين إلى خط نهاية، إلى الناموس، إلى الانتصار، والثنتين بمقدمة الشوط بالأداء الجميل. الفائز ومريفة شعار الرفادة وأيضا شعار الزبدان ما شاء الله وتبارك الرحمن في اللحظات الأخيرة. هنا نتابع الفائزة 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 في مقدمة الشوط، يا سلام على أداء الجميل، على انطلاق الرائع والمميز من الفائزة في مقدمة الشوط. سعد بن سعيد الرفاد المري يبحث عن الناموس، يقدم الفائزة، يقدم الفائزة بالأداء الكبير والمثير، بينما مريفة في المركز الثاني، سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري يقدم الفائزة، أيضا مريفة في المركز الثاني وثالث المراكز متواجدة شلفة، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، ولكن نعود إلى الفائزة والانطلاق الأخير نحو الناموس والانتصار 300 متر عن خط النهاية، ومريفة والفائزة اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة ما بين الثنتين، بين الفائزة ومريفة، ولكن الفائزة هي الأقرب، انطلقت مع اللحظات الأخيرة. سلام الرفادة، سلام الفائزة، تهانينا والناموس من هذه اللحظات إلى راعي الفائزة سعد بن سعيد الرفادة المري، تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع الفائزة، لحظات الوصول إلى خط نهاية، تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت أمريفة سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري، وثالث المراكز كانت هناك مشاهدي الأعزاء شلفة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الرابع وصلت نخوة لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري، وخامس المراكز المركز الخامس من نصيب صيت لصالح بن سالم بن محمد بن جهويل. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز أو الأسماء الواصلة إلى خط النهاية. نعود إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول الفائز إلى خط النهاية قاطع الخمسة كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق و51 ثانية، 6 أجزاء من الثواني. تهانينا لسعد بن سعيد الرفاد المري على فوز الفائزة والتي حققت ناموس هذا الشوط، بينما أمريفة من وصلت ثانيا وقدمت أيضا عرض مثير حتى اللحظات الأخيرة، وتوقيتها الزمني 7 دقائق و51 ثانية، 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن علي بن فهيد الزبدان المري، بينما ثالث المراكز شلفة بشعار الشهواني في 7 دقائق 52 ثانية، 63 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على فوز شلفة بالمركز الثالث. انتهى شوطنا السابع وثامن الأشواط، ينطلق وصالح الكربي يتابع مسارها.